السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنتكلم على الديجيتال فريكوينسي سنسر برزنتيشن دكتور حسن مصطفى من التيم عمر يوسف واحمد سالم وعبد الرحمن محمد. طيب ايه الاجنده بتاعتنا؟ هنتكلم النهارده اول حاجه عن الكومبوننتس هنتكلم عنها ان شاء الله، تاني حاجه الكومبوننتس هنتكلم عنها احمد سالم، بعد كده عبد الرحمن هيتكلم عن الدي تي اس والابلكيشنز. طيب الديجيتال فريكوينسي سنسر في منه نوعين، اول نوع اللي هو بي ال ال، تاني نوع اللي هو الدي دي تي اس. طيب لو هنتكلم على الكومبوننتس عندنا اول كومبوننت اللي هو الفيستريكتور، ده عباره عن ايه؟ عباره عن اكسبورت تاخد سيجنال انبوت وريفرنس انبوت، مش هتطلع لي ريجن اوتبوت تايب واحد الا لو انبوت واحد مثلا واحد وانبوت اثنين بصفر فتطلع لي هنا واحد، او في حاله ثانيه انبوت اثنين بواحد او انبوت اثنين بصفر او انبوت واحد بزيرو زيرو فتطلع لي اوتبوت واحد، عشان تعرف الفيس فرق الفيس بين الاثنين الدول انبوتس اللي عندي اللي هي السيجنال انبوت والريفرنس انبوت. تاني كومبوننت اللي هو اللوك فلتر، ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ار سي سيركت عاديه خالص بحطها عشان تشم الهاي فريكونسيز اللي خارجين من الفيس سيكتور. طيب ده عنده كات اوف فريكونسي بختارها حسب ايه؟ لو انا اخترتها قليله جدا التغيير في الفولتج هيبقى صغير، فبالتالي التغيير في الفريكونسي هيبقى صغير. لكن طيب والناحيه الثانيه لو اخترتها عاليه جدا التغيير في الفولتج هيبقى سريع بس هيعدي لي الهاي فريكونسيز. فانا بختارها في الاخر حسب ايه؟ بحطها تبقى ريزونبل ولو عشان كده جاي الاسم اللي هو المفروض يبقى لو بوست اللي هو لو فلتر يعني. طيب تلات كومبوننت الفيزيكال ده عباره عن الفيزيكال ده عباره عن سيركت بدخل لها انبوت فولتج وانبوت دي هي اللي بتتحكم لي في الاوستريشنز اللي طالعه لي. طيب ايه انواعه؟ عندنا نوعين هرمونيك ريلاكسيشن، هرمونيك ده بتبقى الويف فورم او الاوتبوت بتاعه بيبقى على شكل سينسويدال، لكن الريلاكسيشن بيبقى على شكل سو تروث. طيب سريعا دي سيمبل سيركت، دي هو سيركت اكبر من كده بس دي حاجه سيمبل جدا. طيب بيشتغل ازاي؟ ادي الانبوت بتاعي دخله بقى انبوت فولتج وبعد كده بيتحول للكرنت سورس. الكرنت سورس ده بيكتب جريديشن في الكباستر لحد ما الفولتج بتاعته تبقى اعلى من الريفرنس فولتج انا مدخلها له، فبعد كده ده كونفرت لما الفولتج بتاع الكباستر تبقى اعلى الكباستر هيبقى ساعتها شحن فيطلع لي هنا مش هيبقى فولت 5 واحد. بعد كده الكباستر هيبقى يفرغ تاني فالويف فورم اللي طلعوها لي الاوتبوت تبقى عباره عن التشارجنج والديستشارجنج بتاع الكباستر اللي بيتحكم فيها الانبوت فولتج اللي انا دخلها. رابع كومبوننت عندي اللي هو الفريكونسي ديفايدر زي اللي خدناه في الريكشن بالظبط اللي هو المود 2. لو زي المود 2 يعني لو خدنا المود كاكزامبل ده اللي خدناه فريكونسي بيسيبها لي على انتجر معين انا بختاره. لو خدنا هنا المود كاكزامبل هنا الفليب فلوب ده بيقسم الفليب بيضرب البريدكت تايم في جنيه يعني كانه اصلا فريكونسي على جنيه. بعد كده احمد سامر هيتكلم على الاوبريشن. اول حاجه الاوبريشن انا هنتكلم عن الفيلير، بما ان الجنرال بيربز بتاعنا ان احنا نطلع فريكونسي هي منطقة اسمها فريكونسي الريفرنس اللي دخلنا، فاحنا هنبتدي اول نوع بيبقى فيس دوت لوب او هو ايه اللي عشان كانت صعب. طيب اول حاجه عشان نكونها محتاجين حاجه تجنريت اصلا السيجنال الجديده ديت واقدر اتحكم في الفريكونسي بتاعت السيجنال اللي طالعه ديت، عشان كده هستخدم الفي سي او. طيب الفي سي او بيطلع لي فريكونسي تعتمد على الفولتج اللي داخله له، بس هو دي سي فولتج. طب انا عايز حاجه تطلع لي دي سي فولتج تعتمد على انبوت سيجنال انبوت اي سي سيجنال داخله لها، اللي بيعمل كده هو اللو باس فلتر. طب اللو باس فلتر ازاي الاوت اوف فولتج بتاعته اللي هي دي سي تعتمد على الفريكونسي من فورير سيجنال من فورير سيجنال او من فورير سيريز الاوس الدي سي اوس بتاع اي سيجنال هو الانتجرال بتاعها على البيريود يعني بتعتمد امبليسيتلي على الفريكونسي. طيب انا كده قدرت احقق اللي انا عايزه ان انا الاف اوت بتعتمد على اللو باس فلتر على الفولتج اللي خارجه من اللو باس فلتر اللي هي اللي بتعتمد على الفريكونسي اللي خارجه من الفيز ديتكتور. طيب الفيز ديتكتور ايه لازمته؟ لازمته ان هي لازمته ان هو يخلي لي الاثنين فولتج الاثنين سيجنالز ان فيز، يعني ايه ان فيز؟ اللي انا عايزه السيجنال اللي خارجه تبقى فريكونسي مالتيبل اما مالتيبلايد بس نفس الفيز. هو هيوقف لي اللي هيوقف السيركت لما يبقى الاثنين سيجنالز نفس الفيز، بس ده بيطلع لي مشكله ثانيه ان هو هيقف او اللوب ده هتقف من اول مره اللي هي اوتبوت بتساوي ليف ريفرنس. بس يبقى انا اللي انا عايزه ان الفريكونسي بتاع السيجنال اللي هنا بتساوي الفريكونسي اللي هنا ديفايد باي ان. يبقى ايه الحل الوحيد؟ ان انا احط هنا الفريكونسي ديفايد باي ان. انا احط الفريكونسي ديفايد باي ان انا كده ضمنت ان الفريكونسي اللي هنا مش هتساوي الفريكونسي الفريكونسي غير لما السيجنال اللي هنا مش هتساوي سيجنال الريفرنس في الفريكونسي غير لما يبقى هنا اللي هو الاوتبوت بتاعنا مطلوب منها. واضمن كمان ان الاوتبوت سيجنال هتبقى في الفيز لما الفيز ديتكتور هتلاقي الفيز ويز ريفرنس سيجنال لما يبقى الفيز ديتكتور بزيرو بيطلع لي زيرو. دلوقتي عبد الرحمن هيتكلمنا عن الدي دي اس. هو الدي دي اس بيتكون من اربعه ويندوز اللي احنا عارفينه اللي هو لو باس فلتر اللي هو لسه هشرحه، ودي كانت انا الكونفرتر اللي احنا
خدناها اوريدي في الاكشن. التو كومبوننتس الجداد بالنسبه لي هو الفيت اكيوليتر والويف فور او البي لون ويف فور ماب او البي لون. هو الفيت اكيوليتر مش كومبوننت جديد، هو زي ديجيتال كاونتر العادي اللي احنا خدناها، بس الفرق ان هو مش بيعد بستيب ثابته، هو بيعد بستيب انكريمنت بياخدها من الفريكونسي انفورميشن. الفريكونسي انفورميشن دي جايه له من النوب اللي انت بتلعب فيها من بره الجهاز، انت بتظبط النوب على فريكونسي معينه، على اساس الفريكونسي دي بتحدد لك الفيز انكريمنت اللي هتدخل للكاونتر ده. ودخل كلوك سيجنال، مع كل كلوك سيجنال هو بيعد، يعني مع كل ايدج في الكلوك سيجنال هو بيعد الانكريمنت اللي جايه له من الفيز انكريمنت. كل رقم الديجيتال كاونتر ده هي او الريجستر ده هيبقى سيف فيه، هيبقى بيلاب لفيز معينه على الـ على الـ على السيجنال اللي داخلاله. يعني لو طلبنا ان السيجنال اللي داخلاله ساين ويف، فعند الفيز مثلا عند الفيز A هيبقى سيف رقم معين، عند الفيز B هيسيف الرقم ده بلس الانكريمنت اللي داخلاله من الفيز فريكونسي. الارقام اللي خارجه من الفيز اكيوليتر دي هتدخل على الرام او البي رام. البي رام دي عباره عن ميموري، عاديه خالص زي بتاع في الكمبيوتر. ميموري هي عباره عن كيرم كبير فيه ارقام كتير قوي. الارقام دي كل رقم خارج من الفيز اكيوليتر بيمال لرقم معين في التيبل ده. الرقم ده بيمثل الفولتج، يعني انت مثلا عند الفيز A في القيمه للفولتج معينه. البي روم ده او الويف فورم دي هي اللي بتماب الفيز للفولتج دي. كده انا بقى معايا السيجنال بتاعتي فيز فولتج بس كديجيتال نمبرز، يعني عايز احولها لانالوج سيجنال فولتج وادخلها على الدات او ديجيتال انالوج كونفرتر، بتحول لي الارقام دي لسيجنال زي الساين ويف اللي احنا اللي طالعه دي، وبعدين بعديها على الويف باس فلتر عشان اشيل الايمج فريكونسيز، الايمج سيجنالز اللي هتطلع من فريكونسيز اعلى من اللي انا عايزها، فهتعدي من اللو فريكونسيز بس. كابلكيشنز بقى للديجيتال فريكونسي سنسيسايزر البوست بي ال ال والدي دي اس، عندنا الجي بي اس سيستمز اللي في العربيات او في الموبايلات اللي احنا على طول بنستخدمها، عندنا الموبايل تليفونز، عندنا التلفزيونز والراديو ريسيفرز. لو بصينا على البلوك دايجرام لكل واحد من الاجهزه دي هنلاقي هنا التلفزيون بلوك دايجرام في لوكال اوسيليتور اللي هو الفريكونسي ديجيتال فريكونسي سنسيسايزر. يعني لو بصينا على التليفون ريسيفر هنلاقي هنا اوسيليتور الكلوك سيركت، السيركت الكبيره جزء منها هو بيبقى الديجيتال فريكونسي سنسيسايزر. الجي بي اس هنلاقي هنا فريكونسي سنسيسايزر واحد من المين بلوكس فيه برضه. واخر حاجه الريسيفر بلوك دايجرام هنلاقي برضه هنا اللوكال اوسيليتور واحد من المين بلوكس في البلوك دايجرام بتاعنا.